السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا أوقاتكم بكل خير. من خلال برنامجكم برنامج البث المباشر نحييكم. هاتفنا هو 600-55-1416، الرسائل على 4006. طبعا معنا السيد سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة ترخيص بيئة الطرق والمواصلات، تكلم عن الفحص الفني، جاوب على بعض الأسئلة. الآن نحييك يا سلطان. الله يحييك. وبناخذ يحيى، يقولون ويانا مستمع. يحيى السلام عليكم. حيي ابو عمر. مرحبا. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. الله يحييك. شحالك اخوي؟ شحالك بخير؟ الحمد لله يا يحيى. كيف الحال؟ نشكر ضيفك سلطان. نشكر. حياك الله. الحال. والله صراحه يا ابو عمر. نعم. الله سبحانه وتعالى قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. واحنا لنا باب طويل في الار تي اي معاهم ما شاء الله عليهم، وانا صراحه الحمد لله انا املك اكثر من تقريبا 20 سياره، اللي من الحق الراليات ومن اللي من الحق تعمر كل الكلاسيك واللي من الحق الشو يعني، والحمد لله. واليوم احنا في الار تي اي ما شاء الله يعني صراحه بدون مجامله يا اخي، الانسان يذكر الحق ويظهر. احنا حتى وصلنا عند الهرم الكبير، مثلا اذا كانت عندنا شكاوى وكان عندنا نقص وصلنا الى فتحوا لنا اكبر باب الحمد لله الار تي اي. ولكن يا اخي هذين الار تي اي احنا اليوم انا ما امدح نفسي، وانت فاهمني يا ابو عمر انا رياض باع طويل في السيارات 30 سنه، حتى وصلت لاوروبا كلها طعمك بالراليات، وصلت طعمك في الدول العربيه، وصلنا في اسيا. لكن انا بقول لك صراحه خدمه الار تي اي اليوم اكثر من 5 نجوم. انا صراحه يعني صراحه انتقادنا جزاه الله خير، كل ما ننتقد ما نحصل باب مغلق، باب مفتوح. تطورت الار تي اي الى درجه ما في حد في العالم مثل الار تي اي بالذات، والله العظيم يعني خدمه 24 ساعه خدمه يعني. وصلوا يا ابو عمر الى انك انت تحصل سياره، تيك سياره من برا. احنا كنا ما اقول لك احنا مش عارفين بالسيارات، لكن كنا يتنا من برا سيارات غير يعني غير قابليه مثلا صالحه للسير، وكنا احنا نفكرنا صالحه للسير. في ناس من امثال يعني واحد ينشكر صراحه من امثال الاوليين يعني القدام، عندك محمد عبد الكريم اخوان اللي في الفحص الفني. والله بدون مجامل انا اليوم متصل، كثير من الناس يقولون انت الحين تتصل يا اخي، تتصل تشكر، الشكر واجب يا ابو عمر. نحن اعتبرتها من المكالمات الايجابيه ودائما نبديها على ما بلازم نشتكي. والله يا ابو عمر انت فتحت يعني فتح باب البث المباشر ما شاء الله من الحكومه لهذا التصليح، سواء من الار تي اي او البلديات القائمه اللي في الدوله. لكن اليوم الار تي اي وبالذات حكومه دبي اقولها صراحه في العالم ما في خدمه مثل الار تي اي بالضبط، من الفحص الفني من التسجيل يعني. عندك وحده اثنتين ونص تحصل لك. فانا احب من منبرك وعندك سلطان وش صار اشكر من باب مطر الطاير الى اصغر موظف في الار تي اي، شكرا لهم جزيل الشكر والاحترام. حياك الله. وينك ابيض، وشكرا لمكالمتك الايجابيه يحيى بالهلي. حياك الله. والله وفي ذمه يشهد الله انها واجب هاي. ما تقصر يا يحيى. حياك الله. عليكم السلام. اذا نذكر سلطان المرزوقي مدير اداره ترخيص المركبات في مؤسسه ترخيص بيئه الطرق والمواصلات معانا. طبعا نتكلم عن الفحص الفني للمركبات. في سؤال هنا يقول، سؤال لضيفك الكريم، ليش وقفوا تجديد المركبات التابعة للشركات على الكاونتر في مراكز التسجيل؟ أنا عندي شركة وراح المندوب يجدد السيارة وخبرونا لازم عن طريق الموقع الإلكتروني. أنا مع تحويل التجديد عن طريق الخدمات الذكية، بس لازم يكون في بديل عن طريق الكاونتر. وشكرا. هذا أبو محمد. نعم. جاوب عمر على السؤال. نعم. طبعا احنا الخدمات الالكترونيه بديناها من فتره طويله ابو عمر، واكثر من سنتين تقريبا، والحمد لله خلال الفتره السابقه يعني انت لما تطلق الخدمات هذه تبدا تشوف الخدمات هاي وتشوف فاعليتها وتشوف مصداقيتها وصحتها وهل فيها مشاكل. فالحمد لله خلال السنوات هذه الخدمه اثبتت انها فعاله وجيده وممتازه، وايضا اوجدنا حلول في عمليه الدفع كان كريدت كارد، عملنا اللي هو المحفظه الذكيه في هيئه الطرق والمواصلات، بمعنى انه يقدر يشترك ويدع مبلغ وتلقائيا يجدد، يسحبون من هذا المبلغ عشان الجهد ما يكون يعني على العميل. ومن ثم اتخذنا القرار عقب الفتره هاي كلها ان نوجه العملاء
لابد أن يستخدمون القنوات هذه البديلة، خاصة أن يجيك صاحب الشركة عنده فليت، عنده 10 معاملات 20 معاملة، فهذا المندوب يجي للساعة ساعتين على الكاونتر، في حين أنه يقدر ينجز المعاملات لـ100 تقريبا في 10-15 دقيقة من خلال السيستم. والموضوع منتهي ما دام هو فحص وأمن، فوجوده في الكاونتر صراحة أنا أشوفه جهد وعبء على العميل نفسه وما مفروض يعني. فإحنا بدينا بالطريقة هذه مع الشركات، وحطينا عندنا خدمة الدعم موجودة، الباك أوفيس موجود عندنا يقدم الخدمات لجميع المراكز، وأيضا المشرفين الموجودين عندنا في المراكز مؤهلين أبو عمر تأهيل كبير للتعاون. الشخص اللي هنا مثلا صاحب شركة وشركته ما تكون مركبته بتغادر الدولة، فهذا يصرفون معاه الاخوان المشرفين الموجودين، ففي حلول كثيره موجوده لهذا الجانب. واحنا نتمنى يعني ما دام انه طرح هذا الموضوع من الاخوان التوجه للخدمه، لان الخدمه وايد متاحه بصوره وايد سهله. الكول سنتر يقدر ينجز لك المعامله، الاونلاين تقدر تنجز المعامله، التطبيقات الذكيه تقدر تنجز المعامله. زين، في سؤال بعد ايضا، اذا يقول بعمر عندنا لوحات، لحظه شويه، عندنا لوحات معارض السيارات التجارية يوم نسير الشارجة يوقفوننا الدوريات ويقولون ممنوع دخول هاللوحات الشارجة. إنزين، ويقولون إذا بنصادر اللوحات ومثل هذا القبيل. خلنا أبو حمد العدلي، يعني مثل هذا الأمر هل في ترتيب بالنسبة لكم؟ نعم، طال عمرك عملية اللوحات التجارية يعني هذه تعطى لمن؟ تعطى لأصحاب المعارض، للوكالات، للناس اللي ينقل المركبة من وإلى، لها نقاط معينة حسب النظام. فما يجوز أنه يأخذ المركبة ويحط عليها لوحة تجارية ويلف فيها، لأن هذه ما مسجلة المركبة. فالغرض من المركبة أن أقلها إلى موقع التسجيل، إلى موقع البيع، موقع الفحص، محدودة عملية التنقل. نحن للأسف الشديد بدينا نلاحظ أن الأخوان يعني تمشي في الليل في شارع محمد بن زايد تجد سيارة الرقم عليها يعني تجاري، فهذا موضوع شوي محدد وخاص جدا، وحتى الأعداد اللي نصرفها أعداد بسيطة جدا صراحة، لأن هذه معناتها المركبة هذه غير مرخصة أبو عمر. لا زين، كم مرة السيارة ما تنفحص إذا هي جديدة من الوكالة؟ نعم، 3 مرات. ثلاث مرات. نعم. يعني 3 سنوات. 3 سنوات. نعم. 3 سنوات. بس هذه للأفراد، طبعا الشركات سنويا يختلف. نعم. أي. لازم أن تكون من الوكالة، ولكن لو جديد وما يبى من برا لا تنفحص. نعم، إذا ما معروف مصدرها، إحنا ما المصادر المعروفة عندنا موجودة في الأنظمة اللي هي الوكالات والمرخصة عندنا. الآن مصادر أخرى طبعاً ما نرفض المركبة، ولكن لابد أن نلقي عليها عملية الفحص وتكون تنفحص. زين، بناخذ أم سيف في اتصال. أم سيف السلام عليك. أهلا بعمر، عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. شكرا لكم على خدماتكم اللي تقدمونها، وانا اشكر استاذ سلطان على وجوده وعلى رد على استفساراتنا. انا اشكر هيئه الطرق والوصلات على تقدم اليوم فيه وتطور وسرعه انجازهم المعاملات، لكن انا عندي ملاحظه على موضوع صار معك. انا ترخيص مركبتي من 2007 في RTA ورقمي مملوك لي في دبي، وما عندي أي ملف مروري في أي إمارة ثانية. هذه المنصة. الشيء الثاني اللي صار، أنا في 2013 سويت حادث سيارة بسيط كان، وفي 2014 تقريبا السيارة هذه تم يعني أنا كل سنة أجددها. وين أجددها؟ في دبي، لأنها لوحات دبي. كل مخالفات لما يقولون لي عليك مخالفة الفلانية أو الفلانية أنا أسددها، حتى لدرجة أنه مخالفات بلدية الشارجة. بس أنا اليوم حتى هاي السيارة اللي أنا كنسلتها، إيه وياك، بس شو سؤالك؟ حتى هاي السيارة اللي أنا كنسلتها اللي عليها المخالفة أنا كنسلت من عندي وسفرتها للتأمين. لين السنة هذه أنا اكتشفت أن عندي مخالفة على نفس اللي هي نفس المخالفة على في على نفس السيارة اللي أنا كنسلتها ما تم سدادها. ليش؟ لما أنا سألت واستفسرت قلت طيب أنا كل سنة أدفع مخالفات، أنا كل سنة أجدد السيارة، أنا كل سنة أنا مرتين صفرت سيارة. زين أم سيف، معروف الموضوع هذا، لأن أنا أعتقد أن هذا اللي بين نظام يعني في دبي والنظام الاتحادي
يمكن سلطان بيتكلم عن اذا كان عندنا. ما انا حتى لما سالت يا ابو عمر اقول لك انا اقتنع، انا عرفت ان في بينهم رب. هذا اللي انا استغربته، ان انتم بينكم وبين شرطه دبي وحتى الاتحادي فيه رب. هل المخالفه هذه حتى انا لما سفرت مرتين السياره ما بينت المخالفه، فتراكمت علي المخالفه. ومع اني رغم كل مره اسال واتصل يقولوا لي ما عليك اي مخالفات، عقب اتفاجئ فيها. زين. وثم تراكمت عليها تاخير الغرامات اللي تاخير السداد. ان شاء الله. هل انا لي ذنب في هذا الموضوع؟ بيرد سلطان اذا كان هو عند الرد، انا لا اعلم، لكن انا ان شاء الله يعني هذا الموضوع كثير من الناس يعانون منه فيما يتعلق بالربط بين يعني دبي وبين ايضا الامارات الاخرى والنظام الاتحادي كما يسمونه. بس المخالفه كانت في دبي لعلمك. هي لا انا في شرطه دبي. زين، لا يعني انت دفعتي في دبي، بس المخالفه كانت مثلا من مال الشهر في دبي. مخالفتي في دبي كانت. لا انا مخالفتي كانت في دبي ولوحاتي من دبي. زين، ويعني عقب مرتين سفرت سيارة على اسمي. ايه، ومرة حولت سيارة من اسمي لاسم ابوي، يعني انا ملفي كان هو موجود. مخالفة مرورية ولا تابعة لهيئة الطرق؟ مرورية. مرورية. زين، بنشوف. ورغم انهم في هيئة المواصلات قالوا عندنا ربط مع شرطة دبي، لكن قلت لهم معناته من 2013 لين 2015 لما انا سددت مخالفة ما بينت هاي المخالفة. إذا أنتم تاخذون مني فلوس مخالفة بلدية الشارجة، أولى بأن يطلع من مخالفات دبي. زين، أم سيف بناخذها كحالة فردية على أساس أن متابعتها إن شاء الله. وان شاء الله نحصل لها حل. يا ريت لي حل. الله يرحمه. ان شاء الله. مشكوره. سلطان المرزوقي مدير ترخيص المركبات في مؤسسه ترخيص هيئه الطرق والمواصلات، بنستمر وياك ان شاء الله، لكن عندنا فاصل بنقدمه وبنعود ان شاء الله عقب هذا الفاصل.